ترحمون. نعم، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فلا سبيل لرحمة الله سبحانه وتعالى ونيلها إلا طريق واحد، وهو اتباع أمر الله سبحانه وتعالى، ثم اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ندخل في هذه الرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله أن يدخلنا وإياكم في رحمته. ثم يقول ربنا عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المتقين. من هم هؤلاء المتقين يا ربي؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا هو سبيل المتقين، الذين يطيعون أمر الله سبحانه وتعالى بما أمر، ويجتنبون ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم يقول ربنا عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة. نداء من الله سبحانه وتعالى لكل من أسرف على نفسه بالذنوب في الخلوات أو في الجلوات: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، حتى من ظلم نفسه وأسرف بكثرة الذنوب والمعاصي فإن الله يتوب عليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا وقع الإنسان في معصية ثم لم يصر عليها وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب، فإن الله سبحانه وتعالى يقبله على ما كان منه من الذنوب والمعاصي. فالله لا يرد عاصيا، والله لا يرد من يقبل إليه، والله سبحانه وتعالى من أقبل إليه يمشي، أقبل إليه الله سبحانه وتعالى يهرول. فالنبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه عز وجل يقول: يقول الله سبحانه وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ثم يقول ربنا عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم يا ربي؟ قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين الآيبين إلى ربنا عز وجل، وأسأله بمنه وكرمه أن يغفر عنا الذنوب ويكفر عنا السيئات فضلا منه ورحمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسعدك ويبارك فيك ووفقنا وإياك. بنايف، لعلي أن أبشر بهذه الآيات.